دائما أذكركم، اربطوا على أنكم لا يصلي الإنسان إلا في جماعة، ولا تصلي زوجته إلا في جماعة، ولا تصلي بنته إلا في جماعة، ولا يصلي ولده إلا في جماعة، ولا يصلي خادمه إلا في جماعة. شوف يحكون لنا حكايات، منها حكاية عن الحبيب محمد بن سداف جد الأخ عبد القادر، هذا معه إلا ولد واحد عمر بن محمد. هذا الولد ذات ليلة من الليالي انكسرت يده وصدت على رجله وانكسرت يده، جاءوا للحبيب محمد وهو في مسجد طه وقالوا له ولدك عمر هنا قرة العين انكسرت يده. قال أما من المسجد أنا ما بخرج نحين إلا بعد العشاء، ما بيسيب تتجافى جنوبهم على المضاجع. هذا لما قدرتوا عليهم ولي ضاع على الكثير من الناس، ما بيسيبها ولده اللي هو ملئ قلبه وحركة من حركاته. خرج بعد العشاء حصل الولد يولول من الصياح والبكاء والأوجاع التي به، قال لهم تعالوا قبل الولد، هذا ما أصبنا في ولدنا قرة العين إلا بذنب عنده. أخذ يحاسبهم ويسألهم عن أعمالهم، أهله كلهم من زوجته إلى بناته إلى خادماته، وجد خادمة ما تصلي، قال لهم هذا السبب، ما علمه تغافلوا عنه، قال لهم انكسرت يد عمر بهذا شبوه، هذا السبب. ودحين كل واحد يرجع، فكم من مصيبة، والمصيبة ما هي فقر، والمصيبة ما هي كسر يد، والمصيبة ما هي آفة من الآفات، المصيبة إذا فقد الدين، المصيبة إذا فقد الأخلاق، المصيبة إذا ضاعت عليه الصلاة وخرج الوقت، المصيبة إذا طلعت عليه الشمس أو جاءت وقت الحرمة وهو عاد هلا متفاجل على فراشه من صلاة الصبح أو من صلاة العصر، هذه المصيبة، المصيبة في الدين. قال الغزالي يحكي لكم في الإحياء، قال إذا فقد الواحد منهم المتقدمين تكبيرة الإحرام مع الإمام يجلس يبكي في داره 3 أيام، ويأتون المعزين يعزونه في داره ويقولون له ليس المصاب من حرم الأحباب، إنما المصاب من فقد التواضع. فهذه هي المصيبة التي أصيب بها الناس.